وده ايه ده؟ هلاوس؟ الناس بتحكم وهي جاهله بالحقيقة. عمليات عمليات، في حادثة يا فندم على الطريق الصحراوي، عربية مقلوبة. مفيش غضب كبير غير لما بيبتدي صغير. هل المشاكل اللي كانت ما بينكم كانت بسبب الحاجات دي ولا بسبب حاجات أكبر؟ أنا عملت كل ده عشانك. في خيالك أنت بس، في خيالك. أنا لو حشة يا باشا كنت قلت عليه شوفته. أنا هقتلك. يا راجل هقول لهم اكتشفت إنك مجنون وبتتعالج، والمجنون ما بيتعاشرش، يدخلوه مصحة. أنت كنت فين النهارده؟ انت عاجبني، تيجي نتجوز؟ نتجوز؟ انا هدفي هو الوصول للحقيقة. انت حقيقة اصلا ولا خيال بيزن فوق تاني؟ انت اللي عملت في نفسك كده. انت تستاهل الحرق مش الشم. العقاب على قد الفعل. الشخص ده في منتهى الذكاء. طب كأني مجنون؟ يوم هترجع تلاقيني في حضن راجل تاني، وهعمل فيك زي ما امك عملت في ابوك بالظبط. عايزة مني ايه؟ سيبيني في حالي بقى!